أنا دكتور إياد حلمت البارح حلمة قصيرة، حلمت أني في أرتدي في أحدى رجلي حذاء رجالي، مش تاع نساء، تمام. نعم، وتمت الحلمة هذه هي. بس هذا حلمك انت انسه ولا متزوجه؟ لا أنا ثاني، دوري وظيفه؟ لا أنا نشتغل لكن موقفين الفترة هذه. هم واقفين؟ حذاء في فرده في قدم واحده ولا في قدمين شفتيه؟ لا هما القدمين الزوج، لكن إذا كان جميل بتاع رجال كان جميل عن خلاص ما شفته. دام قلت جميل معناته انت متفائله يا ايمان، ان شاء الله نفرح فيك قريب يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. هو الحذاء الرجالي بالنسبه للمراه فيه من دلالاته الزواج، اما بالنسبه للعمل ايضا يدل على العمل، يدل انك تمسكين سلطه او منصب في عمل. في الحالتين انت ان شاء الله تكون حياتك القادمه سعيده باذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.